بسم الله الرحمن الرحيم. لسه في التقارير، والدرس ده هنناقش موضوع في منتهى الأهمية، لا يصلح من غيره تقرير محترف. إذا كان الموضوع فيه أرقام أو فلوس بنحتاج عادة لتلخيص. لخص لي أنا كمدير دايما، مثلا أطلب من الناس اللي تحتي اديني الخلاصة اليوم، بعت بكام؟ فمش فيش داعي تقول انا بعت بكذا وكذا وكذا وكذا، يا اخي انا عايز جمع لي وتعالى وقول لي انا بعت كذا. او ربما اسالك بعت كام من الصنف المعين، او ربما اسالك بعت كام من صنف الالبان كلها بغض النظر عن النوع، اجبان كلها، لحوم كلها. بهذا الشكل هذا النوع من التقارير يلزمه تلخيص. يلزمه ايه تلخيص؟ تعالوا نشوف ازاي نعمل تلخيص، وتعالوا نشوف مثال من الأمثلة. أنا جيت في المصلحة اللي احنا فيها، مصلحة تسجيل المواليد، وفي عندهم صندوق. الصندوق ده اللي هو تدفع، تروح تدفع في الصندوق عشان أمشي لك المعاملة بتاعتك. فعملوا له جدول هنا وقالوا أدي المسلسل رقم الوصل، وأدي رقم المولود اللي بتعمل له، ونوع المعاملة يا إما تعديل بيانات، يا إما استخراج شهادة ميلاد، يا إما بدل فائد، وهكذا. والمبلغ المحصل لي وتاريخ التحصيل اهو. جه يوم 19/12 ودفع 150 عشان يطلع رسم دفع رسم لتعديل بيانات شهادة الميلاد مثلا. نعم. فجي انا قلت انا عايزين، او المدير قال انا عايز اعمل تقرير بكل المعاملات اللي اتعملت، ماشي الحال. فقلت له سهلة جدا، ده اسهل من ان مبني على جدول. فاهو تعال نشوف ببساطة، ادي مسلسل كذا، يوم كذا، الدفع كذا وكذا، واللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي. فجي المدير قال كده، انا فاضي اقرا الكلام ده يا اخي، جمعهم لي يا اخي، انا عايز اشوف استخراج شهاده الميلاد لوحدها وكل البيانات تحتيها مثلا يعني. قلت له ماشي عليهم، خلاص ادي اللي انت طلبته، رسوم استخراج بدل فائد، وحطيت لك المعاملات كلها اللي اتعملت، ودي ودي. قال لي طب خلاص، يعني هتجيب لي كالكوليتر واقعد بقى اعد عشان اعرف انت يعني المفروض كام في الخزنه موجوده، واقعد اعد 1 2 و3 و4 و5 و6 و7 معاملات والدفع فيهم 1400. طب ما تعملهم ما دام انت عندك كمبيوتر وعمال شغال بيه التقارير، طب ما تخليه يجمع لك ويعمل لك الملخص. قال لك معرفش بس حاول يعني تكون شكلها، قال لك تكون بالشكل ده، يعني بمعنى ايه؟ ادي رسوم استخراج بدل فائد للشهاده، وروح حاطط كل الاشياء، بعد كده يقول لي ايه رسوم استخراج كان عددهم 7 والدفع 1400 وهكذا. والشهاده الثانيه رسوم استخراج شهاده ميلاد برضو ب100 وكان عددهم 9 بقوا 900 وهكذا. حتى في الاخر بعد ما يقول لك تعديل بيانات وحط 450، يجمع كل اللي فات ويقول لك الاجمالي العام 2750. هو ده، انا عايز الشكل ده، تقدر تعمله؟ طبعا اقدر اعمله. طب نتعمله ازاي؟ تعالوا نروح نشوف هنعمله ازاي. ادي عندنا الداتابيز، هنعمل تقرير. ادي التقرير، نعم. وبعدين ننشئ تقرير باستخدام المعالج، هو ده اللي دايما نعمله. اضغط عليه مرتين، نعم. اختار الصندوق اللي هو صندوق اللي هو التيبل او الجدول بتاع الصندوق. وبعدين انت عايز ايه تاخده؟ عايز الكل، ما تفرقش، ما فيش مشاكل، خد الكل. نعم. وبعدين التالي، ادي التالي، نعم. عايز تجمع على حسب ايه؟ يعني ممكن التقرير يقول لك جمع لي على حسب نوع المعاملة، وممكن يقول لك التقرير جمع لي على حسب التاريخ. فهنعمل الاثنين، بس خلينا نعمل ايه نوع المعاملة الاول. ادي نوع المعاملة، يلا. فنقول له جمع لي على حسب نوع المعاملة وديها، عملنا. وله التالي، ادي التالي، ها التالي. هتجمع هتعمل صورت او فرز على اي اساس؟ على اساس رقم المولود او مسلسل، ماشي الحال مسلسل. بعدين بس كفاية. بعدين هنا بيكون في الملخص، وخلي بالك اول مرة تظهر لنا، عارفين ليه؟ لان الجدول بتاعنا فيه كرنسي او عملة، لذلك ظهر. عارفين لو جينا عملناه على المواليد مش هيظهر، على الاسرة مش هيظهر، لانها مفهوش ارقام، مفهوش فلوس تتعد ولا تجمع. لكن هنا لقى في الجدول ده
في كرنسي، في فلوس، لو خدتوا بالكم في موضوع التحصيل في فلوس، في مبالغ تحصل، فقال لك ده يبقى في ملخصات. تعال نضغط على الملخصات، ايه اللي مطلوب؟ فقال لك اصل هنا في مبلغ محصل، في فلوس، عايز تعمل ايه؟ عايز تجمعهم ولا تجيب متوسط ولا تجيب ادنى واقصى، اكبر قيمة واصغر قيمة؟ لا لا، انا عايز اجمعه، عايز اجمع الرصيد بتاع اليومي. نعم. طب عايزه تفصيل وملخص ولا عايز ملخص فقط؟ معناها ايه يا اخي؟ معناها تفصيل وملخص، معناها اروح اجيب لك كل المعاملات وفي الاخر ادي لك الملخص، اقول لك دول 7 ومجموعهم كذا. امال لو ملخص فقط ولا هجيب لك التلخيص بس؟ هنشوف ايه اللي هيحصل. هنقوله حاليا انا عايز المبلغ المحصل وعايز تفصيل وملخص، ونقول له موافق خلاص، ونقول له التالي خلاص، ونقول له شايفين هنا طبعا دي كلها عارفينها، تخطيط الشكل واتجاه عمودي عارفينها، نقول له التالي خلاص، ونقول له التالي. مش هو ده اللي يهمنا؟ اللي يهمنا ايه؟ ان هو الصندوق مع نكتب بالعربي تفاصيل وملخص، ونقول له ايه؟ انهاء، ونشوف شكله ايه. هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده اللي احنا عايزينه، بتفاصيله، بتفاصيله. طيب بإجمالي او بتلخيصه، كمان بإجمالي وتلخيصه زي ما انتم شايفين، كل نوع من انواع الرسوم له ملخص في الاخر زي ما انتم شايفين، حتى التلخيص او الاجمال العام كمجمل موجود. احنا كده عملناه على اساس تجميع بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنوع المعاملة. نفترض بقى عايزين نعقدها شوية بقى، ازاي نعقدها شوية ونخليها بالتاريخ؟ تاريخ ايه؟ عندنا التاريخ ده تاريخ كبير، يومي ولا شهري ولا سنوي ولا ايه؟ تعال نشوف ازاي نعملها، ولما نيجي نطبق هنشوف تتعمل ازاي. نغلق ده ونبتدي نعمل برضو ايه، تقرير بنفس الطريقة اللي فاتت، بس التجميع هيكون على اساس الايه؟ على اساس التاريخ. ادي تقارير، ثم استخدام المعالج الجديد نفس الطريق، هنروح ونقول له برضو الصندوق، ونقول له عايز تخليها كلها موجودة مفيش مشكلة، تقول له الكل او كل الحقول، بعد كده تقول له التالي، عايز تعمل على اساس تاريخ المعاملة. ادي تاريخ المعاملة. تاريخ المعاملة لو بصيت شوف حط لك ايه، تاريخ المعاملة بواسطة شهر، هو حاططها اوتوماتيك شهر. انا مش عايزة شهر، انا عايزة يوم. اعدلها ازاي؟ قال لك ممكن تعدلها بعدين، بس انا عايز اعدلها دلوقتي. قال لي بسيطة، تعال على خيارات التجميع وما تزعلش نفسك، وهتلاقي هنا حقول مستوى المجموعة، هتقول له سنوي ولا ربع سنوي ولا شهري ولا اسبوع ولا يوم، اقول له يوم، وقول له موافق عشان تتم العملية على اساس انها يومية. دي بتظهر مع التاريخ خلاص، وتقول له بعديها التالي خلاص، نفس الشيء الفرز، اختار الفرز على اللي انت عايزه وتقول له التالي. هنا هو بقى خيارات الملخص، انا عاملها لك على حسب اليوم. لكن عايز ايه؟ عايز المبلغ المحصل فيه لكل مجموعة، والمجموعة على اي اساس؟ على اساس يوم واحد. متأكد؟ نعم. تفصيل وملخص، برضو تفصيل وملخص، مش ملخص بس، لا انا عايز تفصيل وملخص، وبعد كده هنعملها على ملخص بس. طيب وعايز حساب نسبة الإجمالي للمجميع، يعني ايه يعني؟ يعني هيحسب لك مثلا يوم 12 و13 و14، هيجمع لك، يقول لك انا مثلا ايه بعت او حصلت 4000، يوم 12 كان 1000، معناها الربع، معناها 25% من الحصيلة الإجمالية، يبقى حساب كل مجموعة نسبتها الى المجموع الكلي. عايز تظهرها تظهرها، مش عايز انت حر، خلينا نظهرها عشان نشوفها عملي، ونقول له موافق، وبعد كده نقول له التالي، وبعد كده نوافق على الديفولت او العادي، ونشوف هيشوف شكلها ايه في الاخر. ادي الصندوق خلاص، ونكتب معه او مع تجميع، مع تجميع خلاص يومي، ونقول له ايه؟ انهاء، ونشوف شكلها ايه. ادي الشكل العام. شايفين يا جماعة؟ ادي كل يوم 17 ديسمبر، وقال احنا عملنا المعاملات دي في 17 ديسمبر، اليوم ده كان الصندوق 850، نسبته لكل الايام اللي هو 2700، نسبته 30% من 2700 من الاجمالي، وهتلاقيها كل يوم بهذا الشكل.
طبعا احنا ممكن نعمله شهري، ممكن نعمله سنوي، ممكن نعمله ربع سنوي، ممكن نعمله اسبوعي. كده كملنا درسنا. هتقولي لسه ما عملناش ملخص. بس ملخص بس اللي بيظهر لك دول، التلخيص ما بتظهر لكش التفاصيل وعليك انت تكملها. اخدنا ايه في الدرس ده بقى؟ اخدنا ازاي نعمل ملخصات ونعمل تقرير مبني على التجميع والملخصات، وممكن يكون فيه كمان تفاصيل. والله الموفق، وان شاء الله تكون فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.